بصراحه انا ما كنتش ناوي ان انا اعمل الفيديو ده، بس عملته عشان خاطر سبب واحد بس، ان انا كنت وعدتكم ان انا اي حاجه حلوه او وحشه تحصل لي لازم انتوا تبقوا عارفين عنها. فطبعا بدايه الفيديو ان انا قاعد على الكرسي وفي الاوضه، فاغلب الفيديوهات اللي بعملها بالمنظر ده بتبقى غالبا بتبقى اخبار وحشه. نخش في الفيديو على طول. ايه اللي حصل؟ ان الفيديو اللي فات اللي هو المفروض ان انا كنت عامله فرح سيمبا وابنه سيكا، اللي هو المفروض ان احنا جبنا لهم اونيتايتين وكنا عاملين لهم فرح في البيت وبتاع وشهيصه ومش عارف ايه، لاحظت حاجه غريبه والفيديو بيتمنتج ان سيمبا ساعه لما كنا حاطين الكاميرا في الاوضه وطلعنا بره الاوضه، سيمبا كان واقف وقفه غريبه كانه بيعمل حمام، بس ما كانش فعلا بيعمل حمام، كان واقف وقفه اللي هو يعني مشنج جسمه كده بس ما كانش بيعمل حمام. المهم ان الحوار لفت نظري ان هو ليه كان واقف الوقفه الغريبه دي وعمري ما شفته اصلا بيقف كده، فسبت اللي انا بعمله ورحت عشان ابص عليه. سيمبا ومال؟ ها سيمبا بص، بص يا جدعان، المفروض لما كنت بسبس لهم الاثنين كانوا بيجوا بنفس الطريقه دي، دلوقتي ده اللي بيتجاوب ده زي ما يكون يعني مش عارف مش فاهم ماله، اصلا مش بيديني وش. سيمبا سيمبا، في اللحظه دي انا اتاكدت ان سيمبا مش في حالته الطبيعيه وان هو عنده مشكله وان دي اصلا مش طبيعته ان هو يبقى عامل كده وان انا بسبس له ما يردش عليا، فخدته ونزلت جري على الدكتوره البيطريه عشان خاطر اعرف فيه ايه. فجيت ان انا لقيتها بتقول لي ان هو عنده انسداد في المكان اللي هو المفروض بيعمل منه حمام ميه، ان هو بقاله 3 ايام او 4 ايام تقريبا ما بيعملش حمام ميه وعنده المكان ده مسدود ومش عارف يعمل حمام. طبعا رجعت بالزمن وافتكرت ان كان قبلها بيومين بالظبط ان هو كان بيحاول يصحيني من النوم وكان فعلا واقف نفس الوقفه دي، وان قد ايه انا كنت غبي وما كنتش فاهم ان هو كان اصلا عايزني ان هو يعني زي بيشتكي لي وكان عمال ينونو بطريقه غريبه بس ما كنتش فاهم، بس طبعا لان عمري ما اتعرضت للموقف ده وعمره ما عمل معايا كده من يوم ما اتولد فما كنتش فاهمه. المهم اتضح ان هو حالته خطيره، ان هو اصلا يقعد 3 او 4 ايام من غير ما يعمل حمام ميه، يعني تخيل ان انت تقعد 3 4 ايام من غير ما تعمل حمام ميه، فكان لازم ان هو يتعمل له عمليه في ساعتها. اول ما انا وصلت بيه للدكتوره ان هو ساعتها بطنه كانت منفوخه جدا بطريقه غريبه زي ما يكون حامل، لان طبعا بطنه مليانه ميه. طبعا بدات الدكتوره ان هي تعمل له العمليه وان هي تشيل شعر جسمه كله عشان خاطر تعرف تبدا تتعامل مع بطنه اللي مليانه ميه دي. وهو بيتعمل له العمليه انا اكتشفت ان انا يعني حرفيا بموت في الكائن ده، بحبه حب غريب برغم ان هو مش بني ادم او ان هو ممكن مش كلب مثلا، لان اغلب الناس بتقول ان الكلاب اوفيه. انا الكائن ده يعتبر عندي من يوم ما اتولد، سيمبا ده انا متعلق بيه بطريقه اللي هو يعني. فكل اللي انا طالبه منكم ان لو هو كان فعلا او انا كنت سبب في يوم من الايام ان انا اضحكه، فيعني يا ريت تدعوا له ان هو، لانه فعلا يعني هو لو حصل له حاجه انا هزعل وممكن يعني، ولان ده اصلا كان السبب الرئيسي ان الفيديوهات الاسبوع ده كانت نازله في ميعاد غير موعدها، حتى الفيديو اللي فات اتاخر ميعاده لان هو اتمنتج متاخر، لان على ما اكتشفت ان سيمبا تعبان. ده يعتبر الغرض الرئيسي من الفيديو ده، انا بس طالب ان انتوا تدعوا له لان فعلا فعلا هيفرق معايا ان هو يخف، لان انا والله ما كنتش اعرف ان انا بحبه للدرجه دي، ما كنتش اعرف ان هيفرق معايا وجوده او عدم وجوده للدرجه دي. مش عارف، حسيت ان الفيديو قلب دراما كده، انا عشان كده ما بحبش الفيديوهات اللي انا ببقى قاعد فيها، بس ان شاء الله هو هيقوم بالسلامه ان شاء الله. يعني هو حالته يعني هو كان مفيش خالص دلوقتي، ممكن ببسبسته بيبص لي، بس يعني انا كنت عايز اصوره لكم بعد والله، بس الفكره ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هطلعه لكم معايا ان شاء الله يكون اتحسن اكتر، واللي هو يعني بقى بيمشي وبيتحرك وكده ان شاء الله، ويطلع بقى ويبقى فيه فرفشه ويبقى فيه بقى فيديو ضرب نار وبتاع ونكسر الدنيا ان شاء الله، ويبقى هو طالع معانا، او يعني بدايه الفيديو اللي جاي ان شاء الله لازم هو يبقى طالع معانا. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون ام بالسلامه ان شاء الله، ونشوفكم الفلوج الجاي. انا ما كنتش عايز والله يعني زي ما قلت لكم في الاول، ما كنتش ناوي ان انا اعمله لان مش فرفشه ومش ضحك وهزار وكده، بس يعني انا كنت متفق معاكم اتفاق وما ينفعش ان انا اخله. فاشوفكم الفلوج الجاي، سلام.